أهلا بكم من جديد. في يوم التروية توافد مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لأداء أول مناسك الحج والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة. ووسط منظومة أمنية وخدمية متكاملة وفرتها المملكة العربية السعودية، شرع الأمن العام بتنفيذ خطط تفويج يوم التروية. تفاصيل أوفى في تقرير حنين صباغ. ها هم حجاج بيت الله الحرام اليوم يتوافدون إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية في مستهل أدائهم المناسك، وذلك قبيل الوقوف في جبل عرفة الركن الأعظم للحج غدا. وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة عبر منظومة متكاملة تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع. فالسلطات في المملكة العربية السعودية وفرت كافة الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي لتنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج. وتقدم القطاعات الأمنية المنتشرة في الميادين والطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة كل ما يخدم تنقلات ضيوف الرحمن وضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع بدء وصولهم إلى خيامهم في منى وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج التي اتخذت كافة التدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن. وتعد خيام مشعر منى خياماً مطورة مصنوعة من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة مقاومة للحرارة العالية والاشتعال، ومزودة ب30,000 رشاش ماء لمكافحة الحرائق، في حين يزود مشعر منى يومياً ب700,000 متر مكعب من الماء. وحرصا منها على تقديم أعلى مستوى للخدمات الطبية في المشعر، وفرت السلطات 97 مركز إسعاف وأسطول مكون من 320 سيارة إسعاف وست طائرات للإسعاف الجوي وتسع دراجات وعربات للإمداد الطبي وأخرى للاستجابة النوعية. وها هي الساعات تمضي في هذا اليوم المبارك، حجاج بيت الله الحرام يسابقون الزمن للتقرب أكثر من الله عز وجل من خلال التكبير والتحميد والتهليل، راجين المغفرة وقلوبهم تفيض بذكر الله تعالى.